في الحياة الزوجية ينبغي أن تتذكر هذه القضية، وهي ما تفكر فيه تحصل عليه. إذا كانت فكرتك عن الحياة الزوجية فكرة معقولة في محاولة لتطويرها وتحسينها، ستنجح بإذن الله. من أكثر ما يعيق الناس عن النجاح في حياتهم الزوجية التوقعات الخيالية قبل الزواج، ثم الأفكار السلبية التي يعيشون بها في أثناء الزواج نتيجة لمرور بعض المواقف تجعله ينظر للطرف الآخر نظرة لا تصح. لهذا إذا أردت أن تبدأ بداية صحيحة وتعيش حياة سعيدة، نصيحتي أن تكون توقعاتك ليست خيالية عالية جدا، وأنه ستكون هذه الحياة الزوجية ليس مثلها في الدنيا. لا، أنت بشر تخطئ وتصيب، وزوجتك أيضا تخطئ وتصيب، ولهذا احتمال بعضكما في أول الحياة الزوجية وفي أثنائها سوف يسير هذه السفينة بأمان وسعادة بإذن الله. وفي أثناء الحياة الزوجية إذا مرت بك مواقف، هذه المواقف في الحقيقة تساعدك على فهم الحياة الفهم الحقيقي، لأن بعض الناس بمجرد أن يحصل له مثل هذا الموقف يتشائم، تبدأ تبنى في داخل ذهنه صورة قاتمة سلبية. وفي الأيام الأولى أسمع اتصالات من بعض الإخوة والأخوات وهم يقولون هذا لا يحبني، قد أخطأت في اختيار هذا الإنسان، وفي الحقيقة هو موقف بسيط شكل فكرة سلبية في الأذهان منعنا من الاستمتاع اليومي والحياة بالكامل. فكروا فكرا إيجابيا، وأن هذا الإنسان الذي أمامك رائع وجميل وفيه صفات مثل القمر، جزء منه مضيء وجزء منه مظلم، انتبهوا للمضيء وسيأتي إن شاء الله الجهة المظلمة ويصبح بعد ذلك بدرا مكتملا. أما سمعت الشاعر ماذا يقول؟ وزوجته بجواره فقالت له: قالت يعجبك النجوم وقد توسطها القمر، قد راح ينشر ضوءه الفضي في أبهى الصور. فأجبتها: إني أرى قمرين، أيهما القمر؟ وأرى الذي بجانبي غطى على كل البشر، مسكين يا قمر السماء. أراد تقليد القمر، مسكين يا قمر السماء، أراد تقليد القمر. عندما ترى زوجتك قمرا مضيئا، والقمر لا يأتي بدرا من أول الأمر، إنما يبدأ بشكل صغير ثم يكبر بعد ذلك، هكذا نحن البشر. نسأل الله التوفيق للجميع.